أخبار 11 من 218 نستهلها بأبرز العناوين. جولة جديدة من الحوار السياسي اليوم بطرابلس. كوبلر يحيط مجلس الأمن الدولي بآخر التطورات. وزير الدفاع التونسي تعاون ألماني تونسي ليبي لتدريب قوات الأمن الليبية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن رئيس اللجنة المكلفة باستئناف جولات الحوار واللقاء بأعضاء المؤتمر الوطني سعد المريمي ل 218 أعلن عن بدء جولة جديدة من الحوار الليبي اليوم في طرابلس بين لجنة من 13 نائبا من مجلس النواب وأعضاء من المؤتمر الوطني العام. هذا وقد وصل الوفد المكلف من رئيس مجلس النواب اليوم إلى طرابلس لإكمال ما بدأوه من جولات سابقة للحوار في تونس مالطا وطرابلس. وفي السياق ذاته قال عضو مجلس النواب محمد الوعر في تصريح لـ 218 إن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة الاتفاق السياسي، وتوقع الوعر أن تسفر مباحثات اليوم عن الرجوع للمسودة الرابعة من الاتفاق السياسي. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يقضي بتشكيل لجنة الحوار الداخلي مكونة من 13 نائب لتمثيل مجلس النواب، وتضم اللجنة حسب القرار كلا من إبراهيم عميش وسعد المريمي، بشير الحمر، محمد الوعر، محمد لينو، نصر الدين غباشي، عبد النبي عبد المولى، سالم جنيدي، خليفة الدغاري، حسن الزرقة، أحمد الواحدي، علي القايدي، وجب الله الشيباني. وصل إلى العاصمة طرابلس الوفد المكلف من رئيس مجلس النواب لاستئناف جولات الحوار التي بدأت في تونس، مالطا وطرابلس. وقال عضو مجلس النواب محمد الواعر لـ 218 أن هذه الجولات تأتي استكمالا للاتفاق السياسي، وتوقع في اتصاله أن تسفر المباحثات عن الرجوع للمسودة الرابعة من الاتفاق. احنا واصلين الآن وتوجد النوايا الحسنة الكاملة لعقد اجتماعات والوصول إلى توافقات إن شاء الله، وإحنا الآن بصدد مازال يعني هذا متروك للجماعة هنا المراسم في إعداد مواعيد الجلسات وإعداد جدول الأعمال وإعداد الأعمال القادمة. كما أن النائب في مجلس النواب علي السعيدي ذكر أنه يجب علينا أن نتنازل عن آرائنا وأفكارنا من أجل المصلحة الوطنية، وأن هناك جدية في العمل من أجل الوفاق والعمل على معالجة المشاكل التي تمر بها ليبيا. قدمنا إلى مدينة طرابلس لقضي الاجتماع بوفد من المؤتمر الوطني، والهدف من الاجتماع هو لم الشمل ورأب الصدع اللي موجود بين المؤتمر الوطني وبين مجلس النواب بحيث نحن ندفع بليبيا للأمام. وأصدر رئيس مجلس النواب قراراً يقضي بتشكيل لجنة الحوار الداخلي مكونة من 13 نائباً. اليوم المبارك قمنا باستقبال وفد من مجلس النواب لأجل الوصول إلى اتفاق حقيقي وشامل وكامل لأجل الخروج بأزمتنا الليبية. أعتقد أن مثل هذه اللقاءات هي اللقاءات الحقيقية التي تساهم مساهمة فاعلة وجذرية وحقيقية لأجل الحوار الليبي. تأتي هذه الخطوة متوازية مع تأجيل البرلمان لجلساته نتيجة لغياب الأعضاء والخلاف حول حكومة الوفاق التي أقرتها البعثة الأممية برئاسة فائز السراج. وليس بعيدا عن عمليات الجيش في بنغازي وانتصاره على داعش وانتظار المجتمع الدولي حكومة واحدة تبدأ مرحلة جديدة تلوح في الأفق بعيدا عن ما يعيشه المواطن في وطنه. وحول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو مجلس النواب المشارك في الحوار السيد سعد المريمي. سيد سعد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم لك ولضيوفك الكرام المشاهدين. نعم، في البداية سيد سعد يعني ما المقصود بالحوار؟ نعم، هل أنت في الاستماع إلي سيد سعد؟ نعم. ما المقصود بالحوار ليبي؟
هو في الحقيقة الحوار متكامل بين الحوار الداخلي بين الليبيين، والمقصود بالليبيين هو مطلوب ردع الصرع الموجود والتوافق بين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني لحل الإشكال بصورة دائمة ونوصل إلى حل يرضي الجميع وتوافق بين الحكومات، علما بأن هذا الحوار حيكون تحت مظلة المتحدة ومتابع فيه. وقد نرجع إلى المفهوم السابق للمسودة الرابعة اللي هو رئيس ونائبين الحقيقة، وهذا راجع إلى أن الحوارات مفروض أنها هي تستمر من أجل الوصول إلى توافق بين الجسمين الموجودين في طرابلس وفي برقة وفي تبرق. نعم سيد سعد، يعني في مستهل حديثك ذكرت بأنه سيكون تحت إشراف، لم أستمع حقيقة. يعني الحوار هذا حيكون تحت مظلة الأمم المتحدة. نعم إذا هذا يكون بحيث أن الأمم المتحدة يكون لها علم، وسوف ينبثق على ذلك في نهاية الاجتماعات تصريح صحفي، وندعو فيه الأمم المتحدة إلى هذا الحوار وإلى الإشراف عليه بصورة كاملة والمتابعة ما هو جرى من الحوارات السابقة حتى نضمن بأن الحوار هو المطلوب بين الليبيين وحوار داخلي بين المؤتمر الوطني وبين مجلس النواب. الهدف من الوصول إلى اتفاق واحد يقضي هذه وحل هالمشاكل الدائمة القائمة بين الجسمين. نعم سيد سعد، يعني الاتفاق الذي وقع في الصخيرات ألم يكن ليبي بإشراف بعثة الأمم المتحدة؟ يعني هنا ذكرت أيضا سيكون تحت هذا الحوار، سيكون تحت مظلة المجتمع الدولي، يعني هنا يعني ما الاختلاف أو ما الفرق بين هذا الحوار والحوار لديكم الآن؟ الحوار السابق اللي تم تداخلت فيه بعض الجهات ما كانش، احنا نقول لم يؤتي بالنجاح الكامل، ولكن الإشكاليات اللي حدثت من خلالها وتدت إلى تكوين الحكومة التوافق الوطني التي اتسعت إلى 9 أعضاء، والواضح أنه هو الإشكاليات اللي موجودة فيها عدم التوافق بين هذا الأعضاء كلها، فلأن المؤتمر الوطني كان مغيب بالنسبة للمجموعة التي لم تحضر لتوافق نظرا لبعض المواد غير موافقة لها في المسودة، كذلك بعض أعضاء مجلس النواب ما كانش على اتفاق كامل ببعض البنود اللي موجودة، وكان حسب ما نعلم سابقا وحسب ما قلنا سابقا ليس علما أن احنا توافقنا وأدينا الرأي على رئيس ونائبين وصوتنا على ذلك الاقتراح في ذلك الوقت وتم التصويت عليه وأقر، ثم بعد ذلك تمت التجذبات في الموضوع هذا ووصلت إلى ما وصلت إليه. هذا لا يعني أن احنا نقف الحوار أو نعتذر، فاحنا مستمرين في الحوار الليبي مع بعض الداخلي بين المؤتمر الوطني وبين مجلس النواب حتى نوصل الضغط، لأن هناك قوتين موجودة في الشرق وفي الغرب، ونأمل أن احنا نتواصل بحيث نحل هالإشكالات الموجود ونصل إلى توافق وجميع الأطراف تتنازل إلى بعض من أجل حكومة واحدة ومن أجل دولة واحدة ومن أجل ليبيا واحدة. برأيك أيضا سيد سعد، يعني ما الذي أو باعتقادك يعني ما الذي سيتم معالجته في هذا الحوار لم يعالج من قبل؟ الفكرة هي ليست أن تعالج، هناك بعض النقاط اللي المؤتمر الوطني لم يوافق عليها وهناك بعض النقاط لبعض أعضاء مجلس النواب، فإحنا يعني الهدف منها هو أن يتقسم إلى 3 مسارات، المسار التشريعي بحيث أن يصبح هناك توافق في التشريع بين المؤتمر الوطني وبين مجلس النواب لبعض النقاط بحسب اللي موجود، ثم في مسار اللي هو احنا نسميه المسار التنفيذي نظر للحكومات اللي بناه، ثم المسار الامني لعلاج المشاكل، فالهدف كله هو عباره عن الجمع بين الجسمين والوصول الى اتفاق كامل يشمل جميع المواضيع المذكوره. نعم، ما النتائج التي اسفرت عليها المباحثات اليوم؟ الحقيقه لم نعرف جلسه بعد، انما احنا بكره ان شاء الله جلسه تشاركيه متجامعة بين أعضاء مجلس النواب الوفد الموجود وبين مجلس وبين المؤتمر الوطني، الاجتماع هتعرض فيه الأجندة أو خطوات العمل الموجودة اللي الحوار بحيث نحدد ما هو المطلوب من مجلس النواب وما هو المطلوب من المؤتمر الوطني في سبيل الوصول إلى حل
يشمل جميع الأطراف ويكون توافق بين كل الأطراف. نعم أيضا نعم تفضل. هذا مجمل ما هو حواليه، يعني حوالين هو لازم من ضروره التوافق والتنازل من جميع الاطراف للوصول الى حل شامل كامل تؤكد من الناحيه التشريعيه او التنفيذيه او الامنيه. نعم، كم عضو سيد سعد حضر اليوم هذا الاجتماع من مجلس النواب وايضا اعضاء المؤتمر الوطني؟ احنا اليوم لم نجتمع، احنا وصلنا حوالي الساعه الثالثه ونصف ظهر بتوقيت ليبيا. نعم، وكنا اعضاء مجلس النواب 8 اعضاء مع المرافقين من مساهمين وإعلاميين، واستقبلونا استقبال جيد وممتاز أعضاء المؤتمر الوطني، وقررنا بالمقابلة الأولى على أساس أن بكرة حنبدأ الاجتماعات إن شاء الله الساعة 10:30 صباح. هل هناك أعضاء يعني سينضمون إليكم؟ أعضاء جدد يعني؟ النواب؟ نعم، أو المؤتمر الوطني؟ لا، المؤتمر الحاضر حيحدد العدد المطلوب واحنا العدد المطلوب، ونتباحث في بعض القضايا جدول الاعمال اللي هنقوم بنقاشها ان شاء الله. نعم، اشكرك سيد سعد المرمي عضو مجلس النواب المشارك في الحوار، كنت معنا عبر الهاتف. قال عضو مجلس النواب عن مدينة سبها مصباح حيدة إن كتيبتي شهداء سبها وتجرفتبل جفرة تمكنتا فجر الاثنين من السيطرة على بوابة خشوم الخيل الواقعة على بعد 60 كيلومتر جنوب مدينة سرت، مؤكدا ل 218 طرد جميع عناصر تنظيم داعش من البوابة. وحيدة طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين ودعم الليبيين في محاربة الإرهاب، خاصة أهالي الجنوب بعد تهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة. وندد النائب بحملة الاعتقالات التي يقوم بها عناصر تنظيم داعش في صفوف المدنيين بمنطقة هروة. تلتئم غدا الأربعاء جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وسيلتقي المبعوث الأممي مارتن كوبلر على هامش المشاركة مع العديد من السياسيين ليطلعهم حول آخر تطورات الوضع في ليبيا. كوبلر قال أنه التقى في نيويورك الليلة الماضية وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير لبحث آخر تطورات المسار السياسي الليبي، مذكرا باستضافة شتاينماير في وقت سابق من الشهر الماضي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في ميونخ، وبحث الملف الخاص بحكومة الوفاق الوطني وأهمية المصادقة عليها. كوبلر من جهته أعرب مجددا عن خيبة أمله في عدم قيام مجلس النواب بالمصادقة على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج. حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف في ليبيا على مضاعفة جهودها من أجل إزالة الفراغ السياسي والأمني الناشئ عن غياب مؤسسات حكومية موحدة، محذرا من خطورة غموض المستقبل السياسي في البلاد. جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن التطورات السياسية والأمنية الرئيسة والوضع الإنساني في ليبيا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2238 لعام 2015. وأعرب تقرير الأمين العام عن القلق البالغ إزاء تمكن داعش بسهولة نسبية من توسيع مجالات سيطرتها وتأثيرها على مدى الأشهر القليلة الماضية. وأضاف في تقريره أن استمرار قيام القادة السياسيين والعسكريين الليبيين بإصدار بيانات لتخويف من يسعون إلى المضي قدما بالاتفاق السياسي الليبي، وأنه أمر غير مقبول الاستمرار في عرقلة الجهود المبذولة من أجل المضي بالبلاد إلى المرحلة التالية من انتقاله الديمقراطي. أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أمس الاثنين أن بلاده سترسل فريقا تدريبيا من نحو 20 عسكريا إلى تونس للمساعدة في الحد من دخول الأشخاص بشكل غير قانوني من ليبيا المجاورة. وأوضح فالون الذي كان يتحدث أمام لجنة خاصة في البرلمان أن الفريق التدريبي من كتيبة المشاة الرابعة بدأت التحرك فعليا للمساعدة على مواجهة الحركة غير القانونية عبر الحدود من ليبيا في إطار دعم السلطات التونسية، مضيفا أن بريطانيا يجب ألا يكون لها دور قتالي في ليبيا،
ولكنها ستكون مستعدة لتقديم المشورة والتدريب العسكري لحكومة الوفاق في حال طلبت ذلك، وفقط بعد الحصول على مصادقة من البرلمان البريطاني. حذرت روسيا اليوم من تنامي خطر استخدام أسلحة كيماوية من قبل داعش في ليبيا واليمن، داعية لمفاوضات دولية للتوصل إلى اتفاق جديد بهدف التصدي لها، وصفته بأنه واقع خطير في زماننا. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية سيرجي لافروف أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، قائلا: لا شك في أن الإرهاب الكيماوي ليس خطرا مجردا، بل واقع خطير في زماننا يجب التصدي له، مضيفا بأن هناك خطرا متزايدا لارتباك جرائم مماثلة على أراضي ليبيا واليمن، وأن هذا الخطر أصبح ملحا بشكل بالغ الآن في ضوء حقائق تكشفت في الآونة الأخيرة تظهر استخداما متكررا ليس للكيماويات الصناعية السامة وحسب، بل لعناصر حرب كيماوية كاملة من جانب داعش وجماعات إرهابية أخرى في سوريا والعراق حسب تعبيره. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الاثنين إن العمليات ضد تنظيم داعش في ليبيا قد تتواصل ضمن استراتيجية ملاحقة التنظيم في دول المنطقة. كارتر أشار في مؤتمر صحفي في البنتاغون إلى أن ملاحقة التنظيم هناك قد تتطلب وقتا أطول، مضيفا أن العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق تصارعت في الأيام الأخيرة التي شهدت بدء هدنة بين الأطراف السورية المتحاربة. عقدت مجموعة من أعضاء فريق الحوار السياسي برعاية المركز الوطني للتنمية الديمقراطية ورشة عمل مع مكونات المجتمع الثقافي حول الاتفاق السياسي في ظل التطورات الحالية. الورشة التي انطلقت صباح الأمس بتونس تضمنت عدة جوانب، أبرزها تقييم الاتفاق السياسي ما بعد تشكيل الحكومة، ودار فيها النقاش عن أهم التحديات الأمنية والأولويات السياسية، كما تطرقت إلى كيفية مساعدة المجتمع المدني والمكونات الثقافية في تنفيذ بنود الاتفاق وآليات المراقبة وتعزيز الحوار والسلم. في تونس في مقر المركز الوطني لتنمية الديمقراطية، وتم نقاش في هذه الجلسة من الحضور، وهم طبعا المكونات الثقافية من الأمازيغ والتوارق والتبو. وهذا الاجتماع طبعا في الأساس كان لمناقشة الوضع السياسي الراهن في ليبيا، تم مناقشة هذه النقطة في الجلسة الأولى، ومن خلال النقاش اتضح أن في مصلحة الشعب الليبي اليوم وفي مصلحة أيضا المكونات الثقافية الليبية أن نتوصل إلى اتفاق ونبدأ في العمل لبناء الدولة الليبية. والتأخير طبعا بدأ يسبب في أضرار كثيرة جدا للشعب الليبي، ولهذا لابد من وقفة يعني موحدة من كل أطراف الشعب الليبي وخاصة من المكونات الثقافية من أجل دعم الحوار ومن أجل التوصل إلى توافق نهائي وفي أسرع وقت. التأخير في تشكيل الحكومة والتأخير في العمل أصبح يؤثر على حياة المواطن الليبي يوميا. طبعا اتضح أن في هذا الحوار أن هناك طبعا تغيب في هذا الحوار من طرف المكونات، ولم يتم احترام المكونات المتواجدة في ليبيا وفي في 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 الحوار، وهذا طبعا مؤثر جدا، وللأسف هذه أمور سلبية، ولكن نحن نتجاوز كل هذه الأمور ونتجاوز أيضا كل هذا التهميش. رغم هذا نقف مع الحوار ونقف مع الاتفاق السياسي الأخير. أذكر المشاركين في هذا الحوار الطاولة المستديرة اللي شاركوا فيها المكونات الثقافية، كانت جلسة جيدة ورائعة جدا، قاموا بتقديم بعض التوصيات مقدمة إلى النخب السياسية أو المجلس النواب والحكومة والمجلس الرئاسي بأنهم هم يلتزموا بالاتفاق السياسي. وأيضا هناك مخاوف عديدة تناقشوا عليها حول تأخير في إنجاز أو تنفيذ الاتفاق السياسي، قمنا بتقديم توصية بالإسراع بتطبيق الاتفاق السياسي، وأيضا قمنا بدعوة
المسؤولين أو الأكيانات أو المجموعات الممثلة للمكونات الثقافية لعقد اجتماع سريع في أقرب وقت لدراسة الأوضاع الراهنة في ليبيا واتخاذ موقف موحد. وبالتأكيد انتهزنا هذه الفرصة وطلبنا من الجهات المسؤولة أن تقدم الدعم الإنساني والسريع للمناطق المتضررة خاصة في أوباري، وأيضا نحت الجهود المخلصين الذين توصلوا إلى اتفاق مصالحة في مدينة أوباري أن تكون عملية السلم الاجتماعي مستمرة في هذه المنطقة. عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الاثنين اجتماعا في مدينة البيضاء مع جميع الوزراء وعميد بلدية بنغازي ومدير مطار بنين الدولي وكل مؤسسات وأجهزة المدينة لوضع خطة عاجلة لتقديم وتوفير الاحتياجات الضرورية لبنغازي وإعادة إعمارها. الثني أعلن تخصيص مجلس الوزراء 166 مليون دينار لحل مشاكل الكهرباء و25 مليون دينار لمشاكل التعليم ومنح 35 مليون دينار لبناء 450 وحدة سكنية للنازحين وإنشاء مشروع سكني ب 5000 وحدة سكنية في بنغازي و500 وحدة سكنية في منطقة بنينة، والموافقة على تخصيص 140 مليون دينار لقطاع الصحة بالإضافة إلى تخصيص بعض المبالغ البسيطة للمشاكل الأخرى. كما قام الثني بجولة داخل مطار بنينة للوقوف على آخر أعمال الصيانة فيه. أكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني وجود مشروع تعاون ثلاثي بين ألمانيا تونس وليبيا يتعلق بتدريب قوات من الأمن والجيش الليبيين على الأراضي التونسية. الحرشاني قال بأن هناك بداية نقاشات حول هذه المسألة وسنشارك في تكوين نواة للأمن والجيش الليبيين في تونس وسنساعد ليبيا على إنجاز ذلك، مضيفا بأن تونس موافقة على مبدأ المشروع وهناك نقاشات حول هذه الفكرة التي تم بحثها في تونس الأسبوع الماضي على مستوى وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية مع الطرف الألماني، مشددا على موقف تونس الرافض للحل العسكري وأن تونس لا يمكن أن تكون محايدة في الحرب ضد الإرهاب المهدد لها حسب قوله. وأوضح الحرشاني أن بلاده تؤيد الحل السياسي في ليبيا وتساند حكومة الوفاق برئاسة السراج التي يجب أن تمارس السلطة والسيادة على كامل أراضي ليبيا، مؤكدا على ضرورة توفير كل الوسائل لهذا البلد الشقيق ومن بينها جيش وأمن ليبيين. قال الدكتور منير عصر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة أنه سوف يشرع بإنشاء فروع تابعة لوزارة الاقتصاد في مدينة بنغازي وذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي بالمدينة. وأشار عصر إلى أنه سوف تكون هناك مدينة معارض بنغازي وهي مدينة كبيرة تشمل معها المنطقة الحرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وسيتم بناء فرع تابع للوزارة والجهات التابعة لها في مركب ضخم يكون معلما من معالم بنغازي، مشيرا إلى أن الزيارة التي قامت بها الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني أكدت للقيادات التي اجتمعت معها بأنها سوف تدعم القيادة العامة للجيش الوطني وجهاز الشرطة لمكافحة الإرهاب في كل المدن الليبية، موضحا بأن الحكومة قامت باجتماع مع قيادات مدينة بنغازي المتعلقة بإعادة إعمار المدينة وزيارة لمطار بنين الدولي وبعض المناطق التي دمرت من قبل الجماعات المتطرفة. كما أكد بأنه سيتم توفير فرص للتنمية الاقتصادية. أهاب رئيس مجلس بلدي بنغازي عمر البرعصي بمجالس الأحياء للتحرك سريعا لمساعدة الأجهزة الأمنية لضبط المواقف السلبية في كل حي تم تحريره. وأضاف البرعصي أن كل رؤساء مجالس الأحياء
يتوجب عليهم التبليغ عن أي منزل يوجد به أجانب، مشددا على أن أغلب الأفعال الإجرامية في المدينة هي من شخصيات أجنبية. البرعسي قال إن عناصر التنظيمات الإرهابية اندست بين المواطنين بعد هزيمتها أمام الجيش الوطني، وأن كل العمالة التي دخلت ليبيا في هذه الفترة دخلت بطريقة غير شرعية. نحب ننبه المواطنين بعض الأحداث اللي يحدث في مدينة بنغازي الآن بسبب الارباك في المشهد. أمس نحن نبهنا الناس على عملية الانتقام والانتقام المضاد. أولا مدينة بنغازي نسيج اجتماعي في تكافل مترابط من قديما، هو المؤسس والمكون لمدينة بنغازي. نحب في هذه اللحظة أن ننبه المواطنين على بعض التصرفات العشوائية التي تحدث من البعض بحجج أو بدون حجة. ننبه لخطورة ما يحدث على الجميع، التمسك بروح الإسلام وروح الجوار والنسيج الاجتماعي ومكوناته والنسب والمصاهرة. أهيب بمجالس الأحياء والحكماء في الأحياء والعقلاء ورؤساء المجالس بالتحرك سريعا ومساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط الموقف في كل حي وكل شارع. مدينة بنغازي لا تخلى من العقلاء والحكماء، كذلك معاونة الأجهزة الأمنية اللي تقوم بعملها. إخواننا مدينة راهي تضرر ضرر كامل، علينا إحنا أن نكون روح واحدة ونتعاونوا. لجنة الطوارئ تعمل ترى في كل مكون بنغازي واحد، تعمل للجميع، ولكن راهي مدينة تحتاج إلى علاج من المجتمع الدولي، مش من بلدية بنغازي ولا رئاسة وزراء ولا مسؤولين على مستوى محلي. تلقي التبرعات هذا وقت المجلس البلدي إمكانياتها محدودة، أكثر من 30 مليون اللي العالم كله عارف أن ما استلمنا شيء. نتمنى من الناس أنها تستغل الفرصة هذه أي وتساعد مدينتها في 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 دعم صندوق التبرع، ونحن صندوق التبرع فيه كل أطياف مدينة بنغازي. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. بلدي طرابلس يناقش أزمة تكدس القمامة في المدينة. جولة جديدة من الحوار السياسي اليوم بطرابلس. كوبلر يحيط مجلس الأمن الدولي بآخر التطورات. وزير الدفاع التونسي: تعاون ألماني تونسي ليبي لتدريب قوات الأمن الليبية. أهلا بكم من جديد. أفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية عن كشف خلية إرهابية كانت تستعد للسفر إلى ليبيا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش. وجاء في البلاغ أنه في إطار المحافظة على الأمن العام والوقاية من التهديدات الإرهابية، كشفت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسيجومي عن خلية تكفيرية تتكون من 4 إرهابيين كانوا يحاولون الوصول إلى الجانب الليبي ومنها إلى سوريا بعد أن بايعوا تنظيم داعش. وأضاف البلاغ أن المقبوض عليهم تمت إحالتهم للتحقيق بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والسعي للتسلل لبلد مجاور بطريقة غير مشروعة. طالب رئيس لجنة الأزمة ببنغازي عبد النبيل رابحي من الحكومة المؤقتة توفير الدعم حتى تتمكن من مساعدة النازحين لتسهيل عودتهم إلى منازلهم. وقال الرابحي أثناء اجتماع عقدته لجنة الأزمة بمركز بنغازي الطبي إن الانتصارات التي حققتها قوات الجيش تتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة وعاجلة لحل الاختناقات في بنغازي. وأكد الرابحي أنه يجب على الحكومة توفير الدعم اللازم حتى تتمكن قطاعات الكهرباء والنظافة والمياه وغيرها من أداء مهامها ليتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم في ظل توفير كافة الخدمات لهم.
عقد اليوم بمقر بلدية طرابلس المركز اجتماع ضم عددا من عمداء البلديات على مستوى طرابلس الكبرى، وتمحور الاجتماع حول مناقشة تكدس القمامة في مدينة طرابلس والعمل على إزالتها في ظل تراخي بعض الجهات المسؤولة ومن بينها وزارة الحكم المحلي وشركة الخدمات العامة. فيه سوء فهم عند المواطن وعند بعض وسائل الإعلام بأن البلدية هي المسؤولة على هذه القمامة وهي مقصرة في أداء واجبها. الشيء المهم اللي حبينا نوضحه في هذا المؤتمر الصحفي، اختصاصات البلدية التي لم تتحصل عليها حتى الآن، إمكانيات المادية لم نتحصل عليها إطلاقا، وذكرنا أن الإمكانيات لا نفتقر للإمكانيات فقط ولكن انعدامها بالكامل. عملية نقل القمامة، جمح ونقل القمامة وإدارة وتشغيل المكبات اختصاص شركة خدمات فرع طرابلس اللي هي تشتغل في 6 بلديات، وهذه تبعيتها لوزارة الحكم المحلي مباشرة، مواردها المالية من وزارة الحكم المحلي. عندما يتم التعطيل أو تأخير في دفع مرتبات مستحقات العاملين بهذه المكبات أو بهذه الشركة، ردود الفعل السلبية تقع على البلديات وعلى المجالس البلدية وعلى المواطن بشكل مباشر، وبالتالي عملية تأخير في دفع مرتبات 3 و4 أشهر أدت إلى إضراب عمال وموظفي شركة الخدمات والعاملين في المكبات، تم قفل هذه المكبات، فبالتالي حتى الإجراءات التي اتخذتها بلدية طرابلس بشكل استثنائي وفيه نوع من التجاوز بتكليف شركات خاصة بدون أي إمكانيات بوعد بالدفع بالآجل فيما بعد، وفعلا بارك الله في هذه الشركات جاوبت معنا وأبدت استعدادها وقامت بجهد مشكور وكبير جدا بجمع هذه القمامة. طبعا اجتماع اليوم نقل صورة للمواطن على الأسباب القمامة اللي موجودة في البلديات وعدم قدرة البلديات على حلحلة الإشكالية هذه. احنا نعلم أن البلديات حاليا في وضع محرج لأن هي في نقطة حرجة من نقلة ما بين المركزية واللا مركزية، احنا في وضع أزمة، صلاحية نقل القمامة قاعد تديها شركة الخدمات. شركة الخدمات حاليا وعدنا ان شاء الله السيد وزير الحكم المحلي السيد مهند بن يونس، وكان عندنا اجتماع خلال الاسبوع هذا مع رئيس الوزراء بالخصوص، وتم قرار حل الشركه ونقلها الى البلديات بحيث انها تكون هي متابعه الموضوع. في إطار تتبع سير أعمال الصيانة بمعبر رأس جدير، قام عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي برفقة وكيل الديوان بزيارة تفقدية للوقوف على سير العمل بالمعبر والمراحل المنجزة فيه. يذكر أن أعمال الصيانة بالمعبر تكفلت بها بلدية زوارة بالتنسيق مع شركة الخدمات العامة، وتتمثل أعمال الصيانة في رصف الطرق والمعابر وصيانة بعض المرافق لتوفير الراحة للمسافرين والقيام بحملة تشجير للمعبر. نقوم بزيارة ميدانية لمتابعة سير العمل من الناحية الأمنية لحركة المسافرين من وإلى ليبيا، وأيضا متابعة سير الأعمال لتعبيد الطريق الرابط ما بين منطقة الإجراءات الليبية والتونسية لقائمة بأعماله وصيانته ومتابعة الأعمال الفنية وأداء مجلس البلدي زوارة. ووصلنا لمرحلة على 90% من الإنجاز الرصف، باعتبار أن تم دعم هذا المنفذ بطلب منا وبمساعدة المجلس البلدي زوارة، دعم مكتب مكافحة الجريمة للقيام بعمله لمساندة رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ للقيام بالعمل المناط بهم وتنفيذ القانون على الوجه المطلوب والقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تعرقل حركة السير المسافرين، كثرة الازدحام وعدم الالتزام بالضبط والربط وعدم الاهتمام بالمسافر عند خروجه ودخوله. حاليا المنفذ يسير على الوجه المطلوب، الأجهزة الأمنية كل باختصاصه، الجمرك يقوم بعمله بالتفتيش وتسهيل إجراءات خروج الليبيين بعد استكمال الختم من قبل مصلحة الجوازات، مكاتب الجوازات تعمل على الوجه المطلوب، الشرطة التابعة لمديرية أمن المنفذ قائمة بعملها في البوابات الخمسة، وحاليا تم استعمال ممر واحد اللي هو ممر المراسم لحركة مسافرين ليبيين، ومرور الشاحنات لحركة مسافرين التوانسة والشاحنات المغادرة إلى ليبيا لغرض جلب
السلع والمواد البناء من الشقيقة تونس، والحركة إنسيابية، ولا يوجد أي خلل أمني في هذه الفترة طيلة 4 أسبوعين منذ استلام ودعم من قبل مكتب مكافحة الجريمة بالتنسيق مع المجلس البلدي واجتماع جميع رؤساء الأجهزة الأمنية العاملة العسكرية وتابعة لوزارة الداخلية وتابعة لوزارة الدفاع وتابعة لوزارة الخارجية بالتنسيق فيما بيننا. ما زالت النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. بدء عودة نازحي أباري في مخيم الكشاف بتجرى إلى ديارهم. جولة جديدة من الحوار السياسي اليوم بطرابلس. كوبلر يحيط مجلس الأمن الدولي بآخر التطورات. وزير الدفاع التونسي: تعاون ألماني تونسي ليبي لتدريب قوات الأمن الليبية. حياكم الله من جديد. احتلت ليبيا المركز الأول في معدل وفيات الحوادث المرورية في الدول العربية بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية للعام 2015. ووفقا للتقرير فقد قتل في ليبيا 4398 بحوادث الطرق بمعدل 74 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة، وهو ما يجعلها كذلك صاحبة أعلى معدل. أما السعودية فحلت في المركز الثاني عربيا والثالث والعشرين عالميا بعدما سجلت خلال العام المنصرم معدل وفيات يصل إلى 27 حالة لكل 100,000 نسمة. عقدت مؤسسات المجتمع المدني بغات اجتماعا لبحث آخر الاستعدادات لحملة الناس للناس التي تشارك بها مؤسسات المجتمع المدني غات بالتعاون مع نظيراتها في أباري لإعادة الحياة للمدينة حتى أو التي لا تزال تعاني تركات الحرب. كذا ما شارك في شيء، لازم المجتمع المدني يجتمع فهذا الاجتماع حقيقة تدعت أو تنادت مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة غات للمبادرة في إقامة عمل تطوعي شامل في مدينة أباري والمساهمة في دعم الوفاق الوطني بين أخوتنا التبو والطوارق. فحقيقة هذه المبادرة اخترنا لها شعار اللي هو شعار المبادرة الناس، حملة الناس للناس، الناس للناس. حيساهم في هذه المبادرة الحكماء ومؤسسات المجتمع المدني والخيرين من أهل غات للتواصل مع أخوتنا في مدينة أباري بالتنسيق مع اتحاد مؤسسات المجتمع المدني أباري. تم يعني زي ما تقول حددوا لنا يعني مكان معين حننطلق له وحيتم تجهيزه وتنظيفه اذا كان يبي شويه صيانه، اللي هو مبنى البريد أباري والمدرسه المقابله للبريد. بعد معاناة وتهجير دامت لعامين بسبب الأوضاع المتردية التي تمر بها المدينة، بدأ عدد من نازحي مدينة أباري القاطنين بمخيم الكشاف بتجراء بالعودة إلى ديارهم بعد أن هدأت الأوضاع في المدينة. التقرير التالي والمزيد. حزموا أمتعتهم واستعدوا للعودة لديارهم التي غادروها مجبرين قبل عامين، فارين من ويلات الحروب المندلعة في مدينة أباري
ليتخذوا من مخيم الكشاف بتجراء ملجأ لهم. فرحة عارمة وابتسامة تعلو وجوه الصغار قبل الكبار لحلم تحقق بعد طول انتظار. الحمد لله رب العالمين، توب نرجع لبلادنا. الحمد لله اللي انتهت الحرب وصالحوا الأخوت، وبارك الله في الجماعة يعني اللي استقبلونا الفترة هذه كلها في مكانه، والبلاد تمر في مرحلة حساسة، ضروري الناس كلهم يعني لحمة وطنية يتوحدوا، كل واحد يساعد أخوه، وبارك الله فيهم على مجهوداتهم كلهم اللي لقيناهم الفترة توا ما شعرف ما يقارب سنة ولا سنة ونص ولا سنتين. ابن السبيل من هذا الباب وجد المسؤولين عن صندوق الزكاة وسيلة لمساعدة النازحين للعودة، والقائمين على المخيم رحبوا بهذه البادرة مؤكدين أنهم بهذا أكملوا المهمة. فرحة عارمة لضيوفنا من أهل وباري، بخصوص بلادهم ارتاحت وبيروحوا بإذن الله إن شاء الله على خير وسلم ربي سالمين إن شاء الله، والحمل كان هذا على عاتقنا وعاتق أهل تجور الحق، والحمد لله نصرنا مع الناس. خطوة نحو الاستقرار والعودة للديار، وأمل قائم والحلم بوطن الكل يعيش فيه بسلام. نادر ممدود، 218، تجراء. إلى سوريا، حيث دخلت قافلة مساعدات إلى مدينة معظمية الشام التي يحاصرها جيش النظام السوري في ريف دمشق للمرة الأولى منذ سريان وقف الأعمال العدائية بموجب اتفاق روسي أمريكي تدعمه الأمم المتحدة وفق الهلال الأحمر السوري. وقال عضو المركز الإعلامي في منظمة الهلال السوري مهند الأسدي أن 10 شاحنات محملة بالمواد الإغاثة دخلت اليوم إلى معظمية الشام، مشيرا إلى أن 40 شاحنة أخرى ستدخل تباعا إلى المدينة في وقت لاحق. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن أزمة اللاجئين في سوريا هي قضية عالمية تحتاج من جميع الدول العمل على حلها. كيري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألمانية فرانك شتاينماير قال إن دول الأردن، لبنان وتركيا تأثرت بشكل كبير على مدى 4.5 سنوات بسبب هذه الأزمة. وأشار كيري لأنه يشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن الحكومة السورية شكلت عقبة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في الداخل السوري. قال الرئيس الكوري الجنوبي بارك جون هاي أن سيول لم تغلق باب الحوار مع كوريا الشمالية، لكنه حذر من أن بيونغ يانغ التي تواجه عقوبات جديدة من الأمم المتحدة ستكون عرضة لضغوط أكبر طالما تمسكت ببرنامجها النووي. وأضاف بارك أن اعتماد فرض العقوبات الصارمة الجديدة من قبل مجلس الأمن يبين وجود دعم دولي واسع لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالتصويت قريبا على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وبدعم من الصين بهدف معاقبة بيونغ يانغ لتجربتها النووية مؤخرة. والآن هذه نظرة على درجات الحرارة في عدد من المدن الليبية. والآن لم يبقى سوى التذكير بالعناوين. جولة جديدة من الحوار السياسي اليوم بطرابلس. كوبلر يحيط مجلس الأمن الدولي بآخر التطورات. وزير الدفاع التونسي تعاون ألماني تونسي ليبي لتدريب قوات الأمن الليبية.
لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكترونية 218tv.net، بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. لكم منا كل التحايا في أمان الله.